أكو بعض الزيارات لها إيحاءات عجيبة، حالات معينة تخلق في النفس من السمو والرفعة، إحداها زيارة عاشوراء. هاي قضية لا تقال بالبيان وإنما تلمس بالوجدان. واحد يشعر بحالة عجيبة، بشفافية في الروح عجيبة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، مع أنه ما كان رجل عاطل عن العمل، كل يوم كان يقرأ زيارة عاشوراء رغم مشاغله الكثير. مرجع أعلى للأمة في كل مكان، 200 عام تقريبا محور الحوزات. شوفوا هذه العظمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ. هذا فيه درجات، وهذه الدرجات تعبر عن حجم الارتباط ونوعية الارتباط.